السلام عليكم. اليوم جيتكم ام عبد العزيز، جاتكم بوصفه تاع هذا الاخرى، الكبده تاع الدجاج الفادولاي، شطيطها بالبصل هوليا والفلفله. الفلفله انا كانت عندي هذه الحمراء والصفراء، زدتها مع خضراء، سينو تقدروا ديروها غير بالخضراء. هيا نبدا. بسم الله. نقلو البصل ونزيدو عليه الفلفلة، هيا. وهذه ليزيبيس فيها غير الملح. سيو البنات، بنينة ما تصوروش كيفاه. والحرو، واللي يبغو الحار يقدر يدير الحار ثاني، الحار الأخضر. وهنا راني ندير في الشوربه البيضاء، بعد نوريها لكم. الا بغيتوها المقادير ولا بغيتو نديرها لكم قولوا لي في التعليق، بعد نوريها لكم كيف نحطها مع الفلفله. ولازم ديروه على نار عاليه. في شعركم تقلو فيها، مش راكم هكاك شعركم تقلو فيها. أولها النار، هيا نخلي أنا هادو هنا يتقلاو كما راكم تشوفو، ومن بعد نوريكم كيفاه ندير كنزيد عليها الفلفلة. هيا من بعد، هيا راكم تشوفو هنا كيما بعد ما زبانت غير شوية، نجيب الكبدة بعد ما غسلتها بالماء والملح ودرت فيها فان شوية تاع خل، وكسوها هكا مباشرة على هذاك الخليط تاع الفلفلة والبصل. كما راكم تشوفو وخلوها هكا بعد مع التحريك كل مرة، هيا وخلوهم حتى يطيبو قاع مع بعض، ومن بعد نجي نوريهالكم في صحن التقديم. ها شوفوا بعد ما طابت، ها شوف كيفاه جات بنينه. سيو هاد الشيرات والله ما تندموا، تبداو كاع ما تستغناوش عليها، كل مره تبغوا ديروها وخفيفه ما تشدش اليد بالخف. ها هي هي الكبده، ها واللي يبغي كما قلت لكم الساعي بغير الحار يدير فيها الحار، فنجيب لينا بالحار. انا ما تواجدتش عندي ما درتوش. ها هي راكم تشوفوا كيفاه جات. وهذه شوف ديري هنايا، هذه الشوربه البيضاء هي هي فيها غير الزروديه القرعه، وهذا هنايا درت غير بالظهر تاع الدجاج كان عندي، وتجي بنينه. ايوا في ليزيبيس كاين دير فيها الكمون، راس الحانوت، الحرور والقرفه برك. هذه ومن بعد كاينه طريقه تاع التحضير، كتقلوا كاع مع بعض وكي تشوفوا كاع كلش تجانس مع بعض، زيدوا الماء هيا وتخلوا طيب لو طول يطيب الدجاج وطيب الخضره. هيا مع التالي زيدوا هذه، انا درت اليوم الشوربه طويله، انتم تقدروا ديروا الشوربه هذه شوربه طويله، ولا ديروا كيما يسموها هذيك لونغ دوازو، الشوربه تاع زريعه البطيخ فنقولها حنايا لسان العصفور. هذه هي، وتجي بنينه 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 وخفيفه، سخته في رمضان على ما مع اليوم. انا كنت صايمه اليوم الخميس، هذه كي درتها باش نفطر بها وكسموها. والكبده، والكبده تقدروا ديروا معها دي فخيت الى عندكم دراري سينما دراري صغار، زيدوا لهم منها هكا دي فخيت ولا كسموه ولا الراوز لي بات اللي نتوما ما بغيتو. هذيك هي، واش نقول لكم دروك الشهيه طيبه للجميع. هذيكم خلوا لي تعاليق في الكومونتير الا بغيتوا نتقاسم معكم هذه لا غوسه تاع الشوربه افيك بليزير. هيا سلام.